هي كان اسمها ايه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة. هي مين؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. انا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجه بس علشان ابقى مبسوطه كنت هنفذ فورا. ايه اللي انا عملته غلط يا ساره؟ ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحده ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجوله، انا قدامك اهو يا ساره. فيا مشكله؟ عندي حاجه غلط وانا مش عارف؟ هي اللي خسرانه على فكره، بجد هي اللي خسرانه مش انت. ساره انا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش اي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت، انا مستعد انسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبله، ما تستهلكش.